Today's enlightening entertainment will be presented in Arabic with subtitles in Arabic, Olesis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. أهلا وسهلا بالمشاهدين الطيبين. سنقوم اليوم بزيارة منزل السيد إبراهيم موسى محمد الطرايده وعائلته، حيث تكرموا بدعوتنا لمعرفة المزيد عن أوجه الثقافة الفلسطينية التي تمارس يوميا. يرحب الفلسطينيون دائما بضيوفهم سواء أعلنوا عن قدومهم أم لا، فالطعام والحلويات والقهوة والابتسامات الودودة حاضرة على الدوام ومتوفرة بكثرة للزوار. السيد الطرايده تاجر موهوب وكبير أسرته المسلمة المتفانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم موسى محمد طرار من سكان بني نعيم الخليل، أب لثلاث أطفال، علي أكبرهم والبنات ثنتين فاطمة وواحد. تعمل زوجة السيد إبراهيم موسى محمد الطرايده كربة منزل، وقد شرحت لنا عن الأزياء الفلسطينية التقليدية التي يرتديها أفراد العائلة. السلام عليكم. احنا عنا الرجال بيلبس الدشداش والعباة فوقيها، وبيجي المرير والعقال اللي هو العقال والحطة بيجي، والست عنا بتلبس الثوب المطرز اللي زي هيك، وبتلبس عليه اللفحي، وبكون يعني لبس مسطر. احنا بنحب التراث الفلسطيني واللبس التطريز، احنا بنعتز فيه وبنحبه، يعني نشتغله بايدينا. تعتبر الأسرة جزءاً هاماً للغاية في الثقافة الفلسطينية، وفي العادة يكون الأب مسؤولاً عن اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالمسائل العائلية، كما وأنه مسؤول بشكل مباشر عن توفير ما يلزم لأفراد العائلة، وفي غضون ذلك يتمثل دور المرأة في الإبقاء على تماسك الأسرة والحفاظ عليها. كل إشي هذا نزرع حوالين البيوت، كمان خضرة، شو ما عندنا ستات البيوت عندها أرض. وتعتبر الأم الفلسطينية مسؤولة بشكل مباشر عن تربية الأطفال، ويتمتع التعليم بقيمة عالية، فالتعليم وخدمة المجتمع مدعاة للشرف بالنسبة للأسرة الفلسطينية. بعلموا عندنا نسبة التعليم عالية جدا، يعني عندنا في فلسطين يعني صارت نسبة عالية كثير، وبنهتم في التعليم، صار عندنا التعليم أهم إشي عندنا، يعني بيتعلموا بخرجوا برا وصاروا دكاترة، عندنا نسبة كبيرة ومحاميين ومهندسين بالنسبة للتعليم عندنا، وهنا بنهتم في أطفالنا غير شكل حتى يطلعوا متعلمين وكويسين. بس إحنا بالنسبة لنا مدارس خاصة بندرس أولادنا، يعني حتى يطلعوا مستواهم أعلى، نهتم فيها أكثر إشي. الحمد لله عندنا نسبة بنات كثير بتتعلم، هاي إلي أنا يعني نسبة كثيرة خوات وأقارب يعني بنات بدرسوا. لا 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 لا، الحمد لله عندنا البنت بنهتم فيها أكثر، وبدنا نعلمها ونطلعها يعني غير شيء. بلاد العرب أوطاني، بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداني ومن مجد إلى يمن إلى مصر، فتطوالي فلا حد فبعدنا ولا دين فرقنا، ليس عن الضاد يجمعنا بإحسان وعدنان. فاطمة ووعد هما فتاتان نموذجيتان ترتادان المدرسة وتتمتعان بالحياة الأسرية السعيدة، وإن تتوقعان أن تحظيا بدور بارز في المساهمة بخدمة المجتمع، كما وتدرسان الدين الإسلامي أيضا، وتتعلمان الفنون التقليدية كالطبخ والتطريز. هذه الشجرة والعشب هي طالع، والربيع والعصفور طاير، العصافير والأشجار طالع، حبات اللوز والعصفور هي طالع الشجرة. ها هما فاطمة ووعد تنشدان الآن لمشاهدي تلفزيون كبيرة المعلمين، هما ليستا خجولتان للغاية، وتكشفان عن موهبة في الغناء. في الصباح تشكشك قيور، فرحانة بالنور تقول في سرور، ما أجمل الضياء والنهر والزهور، والورد والغادي،
والرجل الكبير والولد الصغير يقول في سرور ما أجمل الضياء. القدس في قلبي في البعد والقربي إنا للدربي لبيك يا قدس يا أرض أجدادي يا كل أمجادي للسهل والوادي سنعود يا قدس سنعود يا قدس. برافو. أنا في اليوم ويا أصحابي ساعة يعبى ساعة كتابي السمسود عليها الشجر ماما تقولي تعالي يمين. احنا بنحب التطريز، يعني احنا الشعب الفلسطيني بنحب التطريز، بنحب نطرز وبنعمل منه شغلات كثيرة زي هيك معلقات، وبنعمل شغلات تانية الحين برجيكيد، يعني كمان بدنا شراشف تخوت كمان بنعمل شراشف للطاولات، بنعمل تطريز قرن صغيرة، بنعمل للبيبي مخدة صغيرة، بنعمل شو ما بنحب، يعني بنطرز وبنتفنن سلات مري امراء، كمان بنعمل امراء وبنتطريز حواليها وبنعملها بنعلقها في البيت. خارطة فلسطين والثياب المطرزة بنعملها كلها، دائما احنا هذا التراث الفلسطيني بنحبه، الثوب المطرز يعني بنحب نلبسه، نعمله للبنت الصغيرة والكبيرة، وتتكبر البنت بنعلمها على التطريز. ستي علمت امي وامي علمتني، يعني تورثناها من جيل لجيل، وهي امي علمتنا وعلمنا هنا اولادنا، فيعني بنعتز احنا في التطريز الفلسطيني، نعمل اشكال كثيرة. هاي كمان هاي هيك كمان بنيجي بنكتب اول اشي باللون اللي بدنا اياه، بنختار اللون نكتب هاي الا بذكر الله تطمئن القلوب، هاي اي قران كمان نكتبها، وبعدين بنعبي اللون اللي بدنا اياه. بعد ما نعبيه ونخلص هذا وهذا بنقص اول اشي قطعه اكبر اصغر اصغر بنقصها، بعد ما نقصها ونخلص ونعبيهن ونقعد يوم يمكن واحنا نعبي فيهم نخيط، بنجيب لها قطع بلاستيك من ورا من هنا مع قماش بنلبسهن قطعة 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 قطعة، بنلبسها بنخلصها، بنبلش شانة خياطة كمان زي حبكي إلهن، يعني مس هيك إطار إلهن، وبعد ما نخلصها بنجيب الخرز والبرق اللي زي هيك نبلش ننظم فيه في الإبرة ونخيط فيه ونعمل لها هيك أشكال حلوة حتى تصير بالشكل هذا يعني. والمخدات نفس الإشي، بنشتري القماش وبنبلش نطرز ونعمل مخدات منه، وعلى الماكينه كمان بنجيب اخرى قماش بيضة وبنبطنها من هنا. احنا الشعب الفلسطيني في العرس لما يجوز الواحد شو بجهزوا لها التراث، بيعملوا لها تطريز دشديش ثياب فلاحي تطريز، وبيعملوا لها شويه مخدات بيطلعوا معها. انا يعني لما تجوزت قبل 20 سنه يطلعوا اهلي معي زي هيك تطريز، وانا طرزت علمتني امي وانا بنت صغيره، وانا بنت صغيره طرزته هذا شغلي يعني. هذول بنات الثنتين حاب لبسهم التراث الفلسطيني، احنا بنحبه كثير، وطرست لهم وعملت لهم يعني دشاديش ولبسنا. اما الحين في حفلات الروضه والمدارس بطلبوا علينا دشداش مطرز وتراث فلسطيني، حتى يدبكوا دبكه فلسطينيه برضو بطلبوا عليهم على الحفلات. وبيلبسوا الحطه البرقه بحطوها هنا، الحطه البرقه اللي هو اللي بنعتز فيها اللي هي من التراث الفلسطيني، وبنطرز عليها وبنبطنها وبنحط لها قماشه وبنلبسها هيك يعني للتراث الفلسطيني وللحفلات ونتبك فيها. هذا التراث الفلسطيني اللي احنا بنعتز فيه. وبنتي لما تكبر بدي اعلمها زي هيك حتى تعمل كمان، بدي اعلمها التطريز تعمل إلها كل الشغلات اللي بتحبهم من التراث الفلسطيني، لأن هاي متوارثة عن الآباء والأجداد، يعني بنحب نظرنا متمسكين فيها. فإحنا يعني في حدا من برا بحب شغلاتنا بنعمله كهدية، بحبه الأحمر كثير. إن هاي القماش هاي بنطرزه أول إشي، بنختار القماش اللي بدنا إياه، اللون اللي بدنا إياه، أزرق أبيض اللي بدنا إياه بنختار، بنركب عليه العروق هذول اللي هم التطريز، وبنبلش نحط قماشة بشكل مثلثات هايها ونطرز فيها. ونفس الاشي السدر من هان كمان، وعلى الجناب من هان هاي بنحطها كمان، وبنحط عليها قماش اللون اللي بدك اياه، بدك احمر انا بده اياه بحب الواحد بحطه زي هيك كمان. هذا ظهر الربيع بطلعن في الربيع وبنلقطهم من البرية، بنلقطهم من البرية الحنون الحنون قرن الغزال ورد هذا الزهري
رمضان أزهار الربيع. أنا بنت في فلسطين. ظل أزهار الربيع أزهار الربيع عندنا في فترة الربيع بننزل على منطقة اسمها البرية، بنلاقي شقائق النعمان والقحوان وقرن الغزال وأزهار كثير يعني بنلاقي. ورد الحنون الأحمر. ما هو الورد الحنون الأحمر. وبنلاقين هذول الأزهار دائما بيطلعوا في أرض فلسطين وعندنا في بلاد فلسطين دائما يعني بيطلعوا بكثرة يعني. فترة الربيع بنحب نروح نتنزه ونقعد عندهم. بنحب الأزهار الربيع فيه. وريحة الورد تبقى ريحتها طالعة. وحلوة كمان. تحب الورد؟ في الربيع تفتيح الأزهار. في عنا اللوز الحين يعني فترة الربيع بنوكل اللوز، هاي اللوز الأخضر. بعدين في الصيف بنوكل عن شجرنا الخوخ، المشمش، التين، العنب. عنا عنب هنا كمان، كل شي بنوكل عنه. وبنعمل من العنب اللي بدنا إياه يعني اللي هو الدبس والهاي الملبن والعنبية والشغلات بنعملها من العنب. هاي فترة الصيف، ومن كل واحد حوالين داره زارع من الأشجار هاي بوكل الخوخ والدراق والتين والعنب، كل هاي بنكلها من حوالينا يعني من عنا زراعة أدينا. هاي فترة الربيع عنا منطقة اسمها البرية، هاي دائما يعني بننزل عليها في فترة الربيع عشان الخضار فيها والأزهار، نتمتع في جمال يعني. بنحب يعني امبارح اخذنا اولادنا ونزلنا عليها يعني، هذا الاولاد يتمتعوا بالازهار وبالخضار وبيظلوا يعني هيك يعني بحبوا يلعبوا في البريه، يعني بحبوا يلعبوا في البريه. احنا بنحب هالمنطقه هاي عشان فتره الربيع بتبقى حلوه وجميله. كما الحال في معظم العائلات الفلسطينيه المسلمه، لابد من تاديه فريضه الصلاه 5 مرات يوميا سواء في المسجد او البيت. وهو ذا أحد أبناء العائلة يبين لنا كيفية تأديته للصلاة بإخلاص. وباعتباره الإبن الأكبر فقد يتمتع بصورة خاصة بشعور قوي بالمسؤولية تجاه عائلته. وفي العادة يعتمد الأجداد والآباء الفلسطينيون في سن الشيخوخة على دعم ورعاية أبنائهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قام صلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحي العظيم ثلاث ركعات فرصة المغرب حاضر منفرد طبعا. الله أكبر سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. خالص شكرنا للسيد إبراهيم موسى محمد الطرايده وعائلته الجميلة لدعوتهم إيانا لزيارتهم في منزلهم. عسى أن تتسم حياة العائلة الفلسطينية المرحة والمليئة بالمحبة بالعزة والجلال. ونتمنى للشعب الفلسطيني بأسره أن يحيا حياة مليئة بالسلام والازدهار والسعادة في نعمة من الله العلي القدير. شكرا لكم على صحبتكم الودودة في حلقة اليوم من برنامج التسلية التنويرية. أرجو أن تبقوا معنا الآن على شاشة قناة كبيرة المعلمين لمتابعة برنامج كلمات من الحكمة بعد نشرة الأخبار الجديرة بالذكر. عسى أن يزدهي قلبكم كحقل من الزهور الجميلة. Thank you for your friendly company today on Enlightening Entertainment. Now, please stay tuned to Supreme Master Television for words of wisdom after noteworthy news. May your heart be like a lovely field of flowers. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.